الأخ محمد من السعودية سأل عن البلاء للعبد، هل هو يعني رفعه للدرجات ومحبه من الله عز وجل للعبد، أو أنه عقوبة له؟ البلاء قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. حتى العقوبة التي تنزل بالإنسان هذه خير للعبد، فإنها تزيل ما قد يكون عنده من ذنب، فبالتالي العقوبة من صالح العبد. وجعل هناك مقابلة بين العقوبة وبين الابتلاء والرفعة، هذا فهم خاطئ، فإن الله عز وجل إذا أراد رفعة بالعبد جازاه ببعض ذنوبه، وقد يعفو عن بعضها الآخر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.